نعم، متصل آخر تفضلوا. عباس تفضل. شلون سيد؟ حياك الله. شلون زين؟ سيد عندي سؤال. تفضل. أنا كل سنة لما أروح للزيارة لأخواني. بلي. أشيل كورة شيبة أبو مهد المهندس. بلي. ويقولون هذا يعني فيها رياح الجمارة في المعبسين هذا. واضح. واضح سؤالك يا عباس، الله يحفظك ان شاء الله تعالى في خدمتك واجيب عليك. عباس يقول انا اريد اروح للزياره واحمر صوره الشهداء. جميل جدا الانسان ان يحمر صوره شهيد من الشهداء، واقع يعني لو كل واحد من عندنا يرفع صوره شهيد او صوره مظلوم او صوره انسان دافع عن بلدنا، دافع عن مقدساتنا، يحمر صورته على صدره على ظهره، يشيلها بايده، ممتاز. احنا اذا ما نحيي شهدائنا وما نحترم شهدائنا وما نوقر شهدائنا، اذا من اللي يحييهم؟ من اللي يوقرهم؟ احنا اولى الناس في احياء امر الشهداء واستذكار امر الشهداء، وجزاك الله خير عن الشهداء ايضا. هؤلاء الاخوة اتصلوا علينا واجبنا على اسئلتهم. عندنا اتصال. رسل تفضل يا رسل. نعم رسل. سيد أنا مطلوبة قضاء صوم. نعم. وصوم عشر بنيت قضاء وبنيت أجل. لكن أنا فزت مرعوبة من الحلم وشربت ماي. بس لما بعدين نمت وما تلخت صحيت ما أتذكر أنا شربت الماي قبل أذان الفجر لو بعد أذان الفجر. بس أنا كملت الصيام فما أعرف يعني مقبول أو لا. يعني أنت من شربت الماي كان مأذن لو ما كان مأذن لو بالليل يعني؟ ما أتذكر يعني ما أعرف كان مأذن الصبح أو لا، لأنه أنا عادة من أفز من النوم بسبب أحلام طوابير. شفتي الوقت يعني الوقت شفتيه لما شفتي الوقت؟ لا ما شفت الوقت. شكرا حياكم الله. الأخت رسل تقول أنا مطلوبة قضاء صوم ولكن أنوي أن أقضي وبعدين أشرب مي. ما أدري أن شربت الماء قبل الأذان لو بعد الأذان، فشنو اللي أسوي؟ أختي الكريمة صومش صحيح، لأن أنت ما تدرين أنه واقعا مأذن لو لا، ومو أنه متماهلة، وإنما تعتبرين أنه نص الليل أو أنه قاعدة من الحلم مزعج، فما في إشكال. صومك إن شاء الله تعالى صحيح إذا كان الأذان لم على حال يرتفع بعده، فما في إشكال إن شاء الله تعالى.